أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من حلقات المجلة السعودي. سعيدين نكون معاكم في هذا اللقاء المميز بعد سنين طويلة من الخدمة مع بعض. أنا والدكتور خالد يجمعني اليوم الرب في شاشة واحدة وكادر واحد، نستمتع معاكم ونستمتع مع بعض. ويا أهلا وسهلا فيك دكتور خالد. أهلا بالأخ عماد. ما بغينا نجتمع مع بعض في شاشة واحدة. أيوة، أنا من أول أنتظر هذه اللحظة. كم تقريباً للمجلة السعودية من أول ما بدأت؟ المجلة السعودية زي ما أنت عارف أول ما بدأت في سبتمبر 2014. يا يسوع، أول حلقات عرضت. يعني تقريباً 5 سنوات. 5 سنوات تقريباً. يا رب. نعم. كيف إيش تتذكر في المجلة السعودية يا دكتور؟ المجلة السعودية كانت دعوة من الرب. أمين. ورحت على الأراضي المقدسة، كانت الحلقات 12 الأولى إذا فاكر، كنت تقريباً لوحدة، يعني كنت لسه أنت ما طلعت، أنت طلعت معي بالجزء الثاني. نعم. شايف؟ فكانت هناك لما تشوف الأراضي المقدسة وتشوف الأماكن اللي زارها الرب يسوع المسيح، تحس أنه أنت عم تعيش الإنجيل بشكل مختلف، تشوف الأمور بنظرة أخرى. كيف لها معنى؟ كيف يعني يا دكتور، كيف تلقيت الدعوة؟ يعني برنامج سعودي مسيحي، ممكن الكثير من الإخوان يترددون كثير في اتخاذ خطوة مثل هالخطوة. كيف استقبلت الدعوة وكيف وإيش التحديات اللي واجهت الدكتور خالد في إنه يبدأ في هذا البرنامج المبارك؟ الرب هو اللي بيرتب الأمور. يعني أنت لما تكون عابر، لما تكون متقدم للمسيح، تكون زي الطفل الولادة الثانية. أمين. محتاج رعاية. أمين. بعد كده الرب يبدأ إيش يرعاك شوية شوية، فتشوف يد الرب معك فينقذك. مثلا زي ما صار معي، شاركت اختباري أنا، كان أنقذني مثلا بالسعودية وطلعني بسلام، وقعدت فترة لجوء في الأردن وطلعني من الأردن وجابني لأرض الميعاد اللي أنا ساكن فيها الآن. أمين. وقاعد فيها ومبسوط. بعدين اتعرضت لأنه في واحد حط لي السم بالأكل، ما صار لي شيء، فهمت علي شلون؟ فكل هذه تهيئات. هذا كله طبعا موجود في اختبارك دكتور خالد. أيوه. يعني أنا أدعو الأعزاء المشاهدين إنهم يبحثوا على اختبار دكتور خالد في قناة الحياة اليوتيوب. وحتتباركون وتشوفوا مجد الرب كيف تعامل مع الدكتور خلال حياته واختباره الشخصي. تفضل. صحيح. فبعدين لما جاتني الدعوة انه في خطر، يعني انه لما تطلع تلفزيون، شايف، قلت الاله هو امس واليوم لا يتغير. اللي انقذني هذيك المرة واللي انقذني هذه المرة واللي انقذني هذه المرة واللي انقذني هذه المرة اكيد بيكمل. امين. فقلت خلاص، ليش الخوف؟ أمين. لا خوف في المحبة. أمين. الكتاب يقول. أمين. طيب دكتور، اسمح لي أسأل، يعني بعد 5 سنوات من بداية الحلقة الأولى، مئات الحلقات وجهد جبار، وإيش تبغى؟ إيش رسالة المجلة السعودية أو إيش رسالة الدكتور خالد؟ أنت تبغى إيش تبغى تقول؟ أنت ليه في المجلة السعودية؟ أنا أبغى أكلم لأهلي زي ما أنت نفس الشعور، أنت تشعر تجاه أهلك وربعك وناسك. إحنا نحب أهلنا، إحنا نبيهم يعرفون الخلاص، زي المسيح قال عن نفسه أنا الطريق والحق والحياة، صح؟ أمين. لما تيجي أنت تسألني عن الطريق، أوصف لك دكانة ولا محل، بوصف لك بس بختصر كثير معلومات. نعم. يعني مثلا في شجرة هنا، في دكانة هنا، في كذا، أقول لك لا أمشي وتالت لفة روح يمين روح يسار، صح؟ نعم. فهذا أشياء يمكن تكون حلوة بس عم بفوتها عليك، ما تقدر تشوفها إلا لما تمشي بالطريق أنت بنفسك. أمين. فعشان كده أنا ودي أنه أهلي وناسي يمشوا بالطريق اللي أنا مشيته ويستمتعوا بالمتعة اللي أنا مستمتع فيها، بالخلاص، خلاص المسيح. أمين. خلاص الضمان. أمين. الضمان أنك تكون مخلص في المسيح يسوع. أمين. قل لي ما في، يعني هي رسالتك ورسالتي ورسالة المجلة السعودية
هي إذن رسالة محبة أكيد. محبة وخبر صار عندنا، نبغى نقدم الأقرب الناس والأكثر الناس نحبهم ونتمنى لهم الفرح. على فكرة أنا وخلص. أهلي يا عماد 22 مليون، كل واحد يعيش بالسعودية، كل واحد بالسعودية هو أهلي، أخوي وأختي. أمين أمين أمين. هذول هم أهلي. أمين. طبعاً أنا حبيت إن إحنا نبتدي أول حلقة مع بعض بتعريف بسيط عن تاريخ المجلة السعودية ورسالتنا، لكن إن شاء الله من الأسبوع القادم حنبدأ حلقة جديدة باسم سؤال الأسبوع، وحنتطرق فيه لكل أسبوع لسؤال مختلف. فحسمح لك تكون ضيفي واسمح لي أكون ضيفك، واثنيننا ضيوف على المشاهدين. والآن حنختم الفقرة بطلب صلاة من الدكتور خالد لشعبنا في السعودية، وبعدها حنكون مع ترنيمة حلوة ونشوفكم بعد الترنيمة. تفضل دكتور. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك، نقدسك، نمجد اسمك، لك كل المجد. يا رب أحط السعودية من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها بين يدك أمانة، اللي أنت يا رب قادر خرجت شعب كبير من يد فرعون وشقيت البحر، يا رب تشق البحر لشعبي عشان يخرجوا من الظلمات ويدخلوا لنورك، نور المسيح، لأنه أنت هو النور، أنت نور العالم. أحط أهلي وجماعتي اللي بالشرقية واللي بحائل واللي بجدة واللي بالرياض واللي بالجنوب بالباحة وبالجرشي وأبها وكل مناطق السعودية والقريات والجوف بين يدك يا رب أمانة باسم يسوع المسيح. آمين.